سيدة راه مشى الضحية، هو بنادم راه غادي يموت، واش بنادم ما غاديش يموت؟ ولكن خصو يموت على خاطرو، والله هو اللي كيقبض الأرواح. ماتت أسيدي هذيك السيدة كاع عندها القواطر، عندها هنا قرجو تضرها، داوى الكنينيك، داوى الكنينيك، بحال غادي يمشي واحد باغي يذبحو شي عتروس ولا شناهو، ما هوش بشر. السيدة دارت العملية، قالوا العملية راه ماتت، شوية دازت الغد عيطوا على عائلتها قالوا تعالى ربق حية. واش هذا كنينيك ولا بيار؟ دار ما واش كنينيك هذا؟ واش نتوما اللي مشى موريزكو؟ لا سير شد النوبة، السيدة كتنزف عام الأول السيدة ست شهور وهي كتنزف مسكينة. تا الدري عندنا حنا هرب كاع ما بقاش بغى لا صحافة لا والو، قال لك هذا اللهم إن هذا منكر. هذيك الماركة كتكون من أولياء الله، ما كتخنز ما كدير، كيفاش من أولياء الله؟ من أولياء الله كيفاش؟ نعم 8 أيام، الأربعاء الأربعاء البارح جات البومبية، جا السيد الوكيل، جا الأمن الوطني، جا سميتو، جبدوا السيدة، دار بهم بن أحمد عمار كامل، ما كاينش منين تحط الريال لا الحتي من السما ما يطيحش في الروضة، بحال قلتي لعبة البارسا ولعبة تشيلسي ولا لعبة بشار. قلت لك نقول لك واحد بن أحمد كامل، البوليس كتجار والقايدي تجار، المخازنيه تجار، ما كاينش منين طل. ملي جبدوا السيده تبعناهم لهنايا، شي كيصيفط فينا هوك، حبسوا علينا السبيطار ما خلوناش ندخلوا، دوك السيكيريتي ديال السبيطار، شي نقز من الحيايط، شي نقز من هكا طاح، راه شحال من واحد راه كاين اللي مجروح، كاين اللي جينا دخلنا قول صحه وصافي. ملي جينا قال لهم الدكتور رشيد السيده راه ماتت، قلنا ليه علاش ما فيها سميتو ما فيها لا لاطراس لا ديال، قال لك لا هذه من اولياء الله الصالحين. الدار البيضاء قال لهم راه ماتت، ما قال والو، راه مشات هي ملي داروا لها العمليه، قالوا لي راه ماتت، الغد عيطوا علينا، قال لك تعالوا راه صحيحه بقى حيه. هو كيفاش هذا التلاعب هذا؟ واش بنادم كيبقى ينقل في المدرسة يبقى ينقل ويمشي يركب على حاجة ما خداماش ليه؟ راه حرام هاد الشيء هذا. واقع اختي دابا دارت العملية نهار الجمعة، خرجت من خرجت من العملية بخير وعلى خير، كانوا عندها شي ولسيسات فوق الكواط، ودارت العملية خرجت بخير وعلى خير، نهار السبت وهضرت ودوات وكالت، من بعد جاتها شي ما دايرهاش التحاليل ديال الحساسيه، وجا شي اخناق. من بعد السيده توفات نهار 3 مع 10 و4 ديال الليل، وجانا الخبر ديال الوفاه، دفناها نهار الخميس نهار الاربعاء. من بعد انا ساكن في سيد الذهبي وهي ساكنه بن احمد، من بعد سمعنا الخبر ديال بان راه السيده راه عاود حياة، سمعوا شي حاجة في الروضة، وهادي جينا كنجري، وصلنا الشرطة العلمية الله يجازيها خير، ووكيل الملك وخدموا معانا ووقفوا معانا والله يجازيهم خير. مسؤولية طالب التصريح، السيدة نعرفوا السيدة كيفاش تقتلت، السيدة مشات صحيحة برجليها تسرقت جاية في الصندوق، ما شاء الله ماتت حياة ماتت حياة. المسؤولية ديال من؟ كتوقع المسؤولية على العاتق ديال من؟ واش السلطات؟ واش الأطباء؟ واش الكلينيك؟ الكلينيك ديال الطبيب، المسؤولية ديال الطبيب، المسؤولية ديال الطبيب اللي دار العملية، هو اللي تم هي كاملة ترد عليه. هادشي هو اللي تم وليداتها، عاودينا على وليداتها دابا كيفاش؟ وليداتها راه في حالة مساكن عاد الوالدة باكين خويا. حنا كنا كنلعبوا كورة، مشينا بقينا كندورو تماك، دخلنا الروضة حتى الجردة حدا الروضة، كنلعبوا كورة تماك، دخلنا لقينا حال المرا كتزور في القبارة، تلقينا غادا كتجري، مشى الراجل سولها قال لها خالتي مالك؟ هي قال لها راه سمعتي حد دقان، حنا ما تيقناهاش، مشينا حنا والراجل والدراري بزاف، ياك مشينا حطينا ودنا على القبر وكنسمعوا الدق ما تيقناش، حنا رجعنا للور، حنا تخلعت انا والدراري كلشي، الراجل سمع داك الشيء، بقينا نسمعوا تتأكدنا مزيان، ياك هما يمشيو، مشى ديكلارا الراجل ديك رارا، وحنا بقينا كنسمعوا في الدقان، ياك ما تاكدناش، بقينا كنسمعوا في الدقان، كنسمع بحال شي
الطابله ديال الشلاخ ولا شنو ولا شي باع ديال الشلاخ كيدق فيه، هي كتسمع بحال هكا كدق شويه. بقينا مجموعين مشينا خبرنا عائلته كلشي، غوتنا على خواتاتها وراجلها وكلشي كان في السوق راجلها ومعرفتش ياك كلشي كلشي ياك. مشينا شويه بقاوك تجمعوا بنادم، بقاوك تجمعوا بنادم حتى 8 ونص بحال هكاك ولا 8 ياك، بقاوك تجمع في بنادم، بقاوك تجمع في بنادم شويه هما يسمعوها سمعوها، بقاوك يسمعوا فيها بقاوك يدقوا عليها وكيسمعوا فيها كيدقوا عليها في الحجره صافي. هما بداو الدراري يحفلوا بداو كيقولوا الله اكبر، العيالات بداو كيقولوا الله اكبر، العيالات هما سمعوا الدراري الصغار كلشي سمع كلشي سمع الدقام بداو كيحفروا شويه. ومن وصلوا لذاك الحيط هذاك الشيء هذاك الحجر، من وصل لهذاك الحجر صافي بداو كيدقوا عليه، رجعت عليهم الدقه صافي. هما حفروا جاو البوليس هزوا داروا البالا صافي حفروا على داك الشيء صافي. هما هزوه هزوه في الصندوق، من دو هازين في الصندوق انا غادي تابعهم من اللور ياك، وكتسمع الدقان وكتزعزع في الصندوق فرحات. ملي جاو داك هذيك الساعه كانت كتموت هذيك الساعه، هازين في الصندوق وكتركلوا داك الشيء وكتضرب في يداك وياك. عاوتاني وصلوا لسميتو بدا الناس داك يقولوا الله اكبر الله اكبر، سمعوا واحد كدق ياك. من وصلوا لابيلانس دخلوا لابيلانس والناس اللي كانوا معاه سمعوا دارت دخلت حنا النفس دخلت حنا النفس باش تنفسوا شويه تماك. كيفاش ماشات تماك وجابوها لهنايا ياكم خلونا ندخلوا ما والو بنادم بزاف برا خلونا ندخلوا ما شي حاجه وصافي قالوا لنا ماشات وما يتفرجش بنادم.